ينضم إلينا من دمشق الكاتب والباحث السياسي غسان يوسف. سيد غسان، أهلا بك معنا. إذا ونحن نتحدث عن آخر التطورات، هل ما زالت رحلة المساعدات تلقى العديد والعديد من العثرات والتعقيدات؟ تحياتي لك شروق وللسادة المشاهدين. يعني بالنسبة للمساعدات طبعا هي مستمرة إلى سوريا، يعني وصلت طائرات بيلاروسية وأيضا إماراتية وأردنية ومن الصين ومن اليابان أيضا، وهناك طائرات تذهب إلى بيروت، يعني جيات من رومانيا من إيطاليا. أما بالنسبة لتوزيع المساعدات فطبعا يعني مجلس الوزراء أمس وضع خطة، يعني قال سننتقل من الحالة الإسعافية الطارئة إلى الحالة الممنهجة، وهي بإحصاء عدد الذين تضررت منازلهم، المتبردين، عدد المصابين، وبحيث يتم توزيع المساعدات وتقديم الرعاية الصحية إلى هؤلاء. يعني كان هناك مسح مثلا في فرطوط، كان هناك حوالي 18 بيت تضرر بشكل كامل، وهذه المنطقة يعني كانت أقل تضررا مثلا من جدة، من الجزائرية، من حلب، من حماة. أيضا يعني كانت الدولة السورية أعلنت بأنها تكون متعاونة في إدخال المساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة، سواء عن معبر تراقب أو في المعابر الدولية التي يعني أمس أقر مجلس الأمن العمل بها 3 أشهر، معبر الراعي وباب السلامة، إضافة إلى معبر باب الهوى، وأيضا المعابر الأخرى التي تربط يعني مناطق غرب حلب بحلب. لذلك يعني اليوم سوريا بعد هذا الزلزال يعني المدمر هي اليوم خلية نحل، وهناك تكاتف من المجتمع الأهلي بشكل عام ومن كل الجمعيات الأهلية في تقديم العون والمساعدة. يعني هناك قوافل المساعدات تذهب من ريف دمشق، من السويداء، من درعا، من القنيطرة، من حمص، من كل المحافظات التي لم يصبها الزلزال. ولذلك يعني هو ما بعد الزلزال يعني هو أن يكون هناك يعني اهتمام بهؤلاء الذين فقدوا بيوتهم، والبعض منهم فقد يعني أحبته. ولذلك يعني هي مأساة بكل معنى الكلمة، ويبدو أن هذه يعني أن هذا الزلزال وحد السوريين وأظهر تلاحما كبيرا. يعني حتى تصوري شروط البعض منهم قدم ما يملك، يعني مثلا بعض منهم حمل الزيت يعني الذي يملكه وقدمه إلى هؤلاء، أيضا الزيتون، أيضا مونة البيت يعني يأخذونها من منطقة إلى أخرى. البعض منهم تصوري على الدراجات، على الدراجات وبالسيارات، ويحملها ويمشي من محافظة إلى محافظة فقط ليقدم إلى هؤلاء. هذا هو الجانب الإيجابي سيد غسان، ولكن أيضا هناك انتقادات وجهت إلى حكومة دمشق. كيف ترى وترد حكومة دمشق على تقييمات أدائها في احتواء هذه الأزمة والتعامل مع أزمة الزلزال؟ طبعا يعني الانتقادات هي تأتي من أعداء سوريا في البداية، وأيضا من المعارضة الذين يعني يقتتلون على المساعدات ويحملون السلاح على بعضهم. وتصور يعني تم توزيع عينة مادية من السعودية مثلا، قامت المجموعات المسلحة بأخذ يعني بتبديل الظرف من 40 مثلا ألف ريال إلى 300 ليرة تركية، وهذا يعني مؤكد وموثوق ووصلتنا أخبار. وأيضا يعني لا ننسى موقف جبهة النصرة التي منعت دخول المساعدات، وكيف ضغطت على المواطنين السوريين أن يتظاهر ويقولوا لا نريد أن تدخل المساعدات من المناطق التي تسيطر عليها الدولة. وأيضا سمعنا يعني المندوب الفرنسي والبريطاني والأمريكي كيف يتحدثون وهم الذين لا يقدموا أي مساعدات، وسمعنا المتحدث الإقليمي يعني والمتحدثة سواء هالة غريت أو سامويل ريبر بأنهم يكذبون ويقولون بأن المساعدات الأمريكية وصلت إلى سوريا، وهذا لم يشاهده الشعب السوري أبدا، ولم يلاحظ أي مساعدة من الاتحاد الأوروبي، وهم الذين يملكون
يعني الآلات والمعدات المتقدمة، وظهر في هذا الزلزال كم أن الحصار على سوريا هو مضر ومعيب يعني بحق المجتمع الدولي. تصوري مثلا النقص الكبير في أجهزة المشافي وفي الأدوية وفي أيضا الآلات الحديثة التي تستطيع مثلا رفع الأنقاض أو الشاحنات أو سيارات الإسعاف، يعني كل هذا، وحتى التحويلات المالية شروق. يعني تصوري الكثير من المهاجرين والمغتربين أراد أن يرسل حوالات، يعني هو ممنوع باعتبار أن هناك حسابات على البنك المركزي، وكل من يتعامل مع البنك المركزي من مصارف ويعني من أفراد ودول، وحتى هناك عقوبات على دول الجوار. ولكن رغم كل هذا يعني لاحظنا أن هناك هبة عربية كبيرة، يعني لم يعني هناك دولتان أو ثلاثة يعني ربما يعني لم يشاركوا أو لم يرسلوا مساعدات، ولكن يعني أغلب الدول العربية أرسلت، واليوم وصلت طائرة سعودية، وأمس كان هناك طائرة سعودية، وأيضا يعني غدا ستكون هناك طائرة سعودية، طيب، وسيكون هناك تقييم إذا كانت الدولة السورية تحتاج سيرسلون أكثر. ولذلك يعني عن طبيعة هذه المساعدات سيد غسان، وأيضا آلية توزيعها، إلى أي مدى الإغاثات والمساعدات هذه والموجودة حاليا تفي باحتياجات المتضررين، وهل سيقف السوريين أو السوريون المتضررون أمام مشكلة أخرى، وهي مشكلة ما بعد الزلزال وأيضا معاناة من نوع آخر، يعني في ظل أيضا أنباء تقول أن دمشق تؤكد وصول مساعدات الإغاثة من الزلزال لمن يحتاجونها دون تمييز، والمعارضة تنتقد بطء الأمم المتحدة؟ هلا بالنسبه للمناطق التي تسيطر عليها الدوله، انا لا اعتقد يعني ان يكون هناك مشكله، باعتبار يعني ان يعني الحكومه تعمل بكل وزاراتها وبكل طواقمها، وايضا من الاحمر العربي السوري والى جانبه يعني الصليب الاحمر الدولي والمنظمات الامم المتحده. اما في المناطق الخارجه عن الدوله، فالدوله لا تتحمل يعني المسؤوليه في تلك المناطق باعتبارها انها غير موجوده. ولكن كما قلت لك يعني هناك تنازع، تصوري شروط 200 فصيل في تلك المناطق، يعني في إدلب وشمال غرب حلب يسيطرون على هذه المناطق وينصبون الحواجز ويقتتلون على سرقة المساعدات وأيضا يعني سرقة الأموال التي تصل، وهم يمنعون المساعدات يعني أن يعني تتقدم إلى منطقة معينة. وهيئة تحرير الشام يعني التي يقودها محمد الجولاني هي تفرض سيطرتها على تلك المنطقة وتهدد وتتوعد، يعني وهي أيضا يعني قالت بأنها لن تسمح بدخول المساعدات من مناطق الدولة السورية. أنا أقول لك بأن يعني في هذه المناطق هناك نعم مشكلة كبيرة بسبب توزع الصلاحيات وبسبب غياب التركي وانشغاله بالزلزال. يعني لاحظنا اكثر يعني الكثير من المواطنين السوريين يتجهون من تركيا الى سوريا، وايضا يعني لم يروا الا في البدايه سوى جثامين ضحايا تنتقل من تركيا الى يعني سوريا. وهناك كان تقصير يعني باعتبار ان تركيا كانت دوله احتلال، هناك تقصير وتقصير من الدول التي كانت تدعم هذه المناطق بالسلاح في زمن السلم، واليوم تتخلى عنها في يعني زمن الكارثه. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي غسان يوسف، كنت معنا من دمشق.